طيب نروح لجوله مباريات اليوم. النهارده عندنا زحمه شويه في اجنده المباريات ما بين افريقيه ومحليه ودوريات اوروبيه. نبدا بافتتاح مباريات كاس امم افريقيا للشباب تحت 20 سنه اللي بتنظم في مصر في الفتره من 19 فبراير الى 11 مارس. والشوط الاول انتهى منذ قليل بالتعادل السلبي ما بين مصر وموزمبيق 0-0. الساعه 9 في اطار نفس مباريات المجموعه الاولى السنغال تستضيف نيجيريا. طب نروح لمباراه الدوري المصري، وفي هذه الاثناء انطلقت مباريات الجوله 19 والبنك الاهلي بيستضيف سموحه. نروح لمباريات الدوري الانجليزي، ومنذ قليل انتهى الشوط الاول بتقدم مانشستر يونايتد على ليستر سيتي بهدف مقابل لا شيء. والساعه 6:30 من مساء اليوم توتنهام هوتسبير بيستضيف ويست هام يونايتد. نروح لمباريات الدوري الاسباني، منذ قليل ايضا انتهى الشوط الاول بتقدم اسبانيول خارج ارضه على اليتشي بهدف مقابل لا شيء. والساعه 5:15 رايو فاليكانو بيستضيف اشبيليه. الساعه 7:30 اتلتيكو مدريد بيستضيف اتلتيكو بيلباو. والساعه 10 من مساء اليوم برشلونه بيستضيف قادش. دي جوله النهارده في المباريات المحليه والافريقيه والدوري الانجليزي والدوري الاسباني. نخرج